كان في أهداف في 2020 ما حققناها بسبب كورونا؟ إذا كان في أهداف في البداية أعتقد أنه كورونا شطبتها كاملة. كان نفسي أني أتوظف يعني بالقطاعات الموجودة بالبلد. كنت حابة أعمل مشروع بيرام. أنه كان بدي أسافر سياحة وما زبطت. طبعاً أنا كنت أشتغل على مبادرات في المدرسة. أني أقرأ وأطلع شايف علي بس ما صار نصيب. كان هدفي هو أنه أتخرج وتخرجت فأنه حققت كل أهدافي. سنة 2020 سنة المفاجآت الكبيرة. سنة 2020 يعني سنة صعبة من كل النواحي. طفر، كئيبة، مرعبة، كارثية، مأساة، فيروسات، جحيم، دمار، محنة. سنة مية كويسة. أسوأ سنة لا تمكن ذكر وما تنعاد. كان بها شيء جميل، تعلم أشياء ما كنت بعرفها. اللي بيجي من الله يا محلى. هذه المملكة سلام من الله عليكم. أفضل خبر سمعته من قناة المملكة كان انتهاء فترة الحظر، ولما كانت الحالات تصير صفر عادت علاوات الموظفين. صراحة ما سمعت شيء السنة هاي، كان في خبر مصر يعني. أسوأ خبر أنه تسكير المساجد. أسوأ خبر اللي هو وقفة المدارس. نسجل جملة قواتنا المسلحة والأمن العام على المنظر والمشهد الذي شرفنا جميعا. سنقوم بعقد اجتماع لمجلس مفوضي هيئة المستقل الانتخابي تحديدي يوم الاقتراع. مارست حق الانتخابي واخترت شخص انه متأملة منه تغيير. لم امارس حقوق الانتخابية في هذه السنة. طبعا امارس حقي في الانتخابات النيابية كل دورة. كل مرة بنشوف برامج انتخابية كتير رنانة. مارست حقي الانتخابي وتم الانتخاب. ما انتخبتش حدا. مقاتل. كنت مراقب. لا انا سوري. انا غزاوي. كنت مصاب كورونا. فحصت كورونا مرة واحدة فقط وكانت النتيجة سلبية. مرة واحدة فحصت كورونا مرتين. ثلاث مرات. أربع مرات. خمس مرات. سبع مرات. 30 مرة. ولا مرة. مرتين. أول مرة كانت إيجابية. خايف أفحص وأطلع مصاب. أنا تزيد لحالي يا أمي. سرطة. أحداث عالمية غير موضوع كورونا سنة 2020 الانتخابات الأمريكية. فوز جون بايدن. حلائق أستراليا. قاسم سليماني عالم النووي الإيراني. الرسومات المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام. الفيضانات اللي جرت في السودان. أحداث لبنان. هدية الحرب في سوريا. أحداث غزة وفلسطين. راح يزعلوا مني مشجعين برشلونة إذا قلت خسارة برشلونة. إن شاء الله الإشي اللي ما حققته بسنة 2020 إني أحققه بسنة 2021. الصحة والعافية والراحة. أتخرج من جامعة البيت وأدخل في جامعة الهاشمية في برنامج الماجستير. بدي أسجل بالضمان الاجتماعي وبدي أشتري سيارة وأطلع رخصة سواقة. والطموحات إن شاء الله إني مقدم على زواج. أتمنى إنه أكون كهربج السيارات وفاتح محل. نرجع لنشاطاتنا ومبادراتنا. وتزيد الأنشطة إن شاء الله. أستقر ببيتي. أخلص من ديوني. خلص جامعة. العائلة الناس ترجع تلتم أفراحنا عاداتنا. نكمل. أن يرفع هذا البلاء عن هذه الأمة ونخلص من هالفيروس كورونا. سنة خير على الكل يا رب.